مشاركة الصديقة الراقية والغالية ليندا في المسابقة الأسبوعية صورة وحرة. كتبت الصديقة ليندا تقول: كل الظروف تنبئ بخسارتي، وحتى الحال مثلي جاء اليوم يبكيني فقدك. وجه السماء شاحب من فرط هواني علي. جئتك اليوم كي أدون بعضا مما يعتري روحي، وها أنا كما تران أراود الورق المختنق بك، يرفض احتضان أشواقي، يريد إحراقي باعترافات يريدها غائرة للروح. غريبة أنا عني اليوم، بعد غربتي فيك، وشتاء عمري يزمجر في وجهي انكسار. عبثا أحاول نسيانك، فكل ما حولي يردد اسمك. حتى وحدتي تعيرني بأيام جمعتني بك، تعيد شريط علاقة باتت في مقابر الحاضر. قاتم هو لون انتظاري، شاحب كمريض تخنقه شهقة اليأس وزفرة الصبر. جلوسي اليوم هنا يخبرني بأنني لازلت أجيد الكتابة لك، لازلت أنتظر أمواج عشقك الجنوني المتلاطمة في أحضان اهتمامي، رغم أن في الهجر لازلت أحبك، ورغم عصيان الورق الهارب من قلمي، سأبوح للبحر الغاضب، للغيم الشاحب، للأمنيات العصية. سأبوح للبحر الغاضب، للغيم الشاحب، للأمنيات العصية. إنني امرأة لا تمل انتظارك رغم الفقد. إنني امرأة لا تمل انتظارك رغم الفقد. أعلم أن انتظاري ضرب جنون، وأن النبض الصادق لن يخون، وأن صمتك المزعوم غضبا سيزول، فأنا بك أنثى تكون. إن أنت تكون ثورة أشواقي، تبحث من قلب السكون، كبركان يحرقني انصهارا، فهل لي تكون؟ ثورة أشواقي تبعث من قلب السكون، كبركان يحرقني انصهارا، فهل لي تكون؟